الأستاذ زميلنا أحمد فرج من الدقهلية. ازيك يا أبو حميد؟ مرحبا بك يا تامر. قول لنا، ده انا سامع صوت افراح وزمامير عندك، ولا ده تاج اعلنت ولا ايه؟ لا، هي النتائج لم تعلن، ولكن هذه القرية التي أتواجد فيها الآن هي قرية تابعة، قرية ميت فارس التابعة لدائرة ديكرنس وبني عبيد، اللي لها مقعدين في برلمان 2015 وبتنافس عليها 4 مرشحين. هذه القرية هي مسقط رأس أحد المرشحين المتنافسين على هذين المقعدين، بيحتفلوا بشكل أو بآخر وبيجوبوا الشوارع يعني بشكل أو بآخر لمرشحهم وابن بلدتهم. خلينا أحطك في الصورة، تم أغلاق الصناديق في محافظة الدقهلية بشكل عام في تمام الساعة 9، وبعدها اتباعا يعني قامت عملية الفرز في اللجان الفرعية. وكما تعلم أن التصويت في القرى يزداد عن التصويت في البندر. أنت تحدثت يا تامر عن أن أنت مدحت في بلبيس اللي وصل نسبة التصويت فيها في أحد اللجان إلى 50%. أنا هبهرك من هنا من إحدى اللجان داخل مدرسة ميت فارس الابتدائية، وهم بيتكونوا من 3 لجان، الكتلة التصويتية في كل لجنة 2500. وصل عدد الأصوات والإغلاق تم على من 1700 و1800، يعني بنتحدث عن قرابة 70%، وهذه نسبة مرتفعة للغاية. مقارنة بقى بالبندر وما يحدث في البندر، الإغلاق في معظم اللجان التي كتلتها التصويتية برضو بتصل ل 2500، يعني قرابة 300 أو 350 صوت، يعني لم تتعدى هذه النسبة وتعتبر هذه النسبة ضئيلة. كما تنقل لك الصورة من خلفي، بتتم عملية الفرز هنا في حضور رئيس اللجنة المستشار والقاضي، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في داخل اللجنة تم الفرز، وفي حضور المندوبين أيضا تم الفرز للتعرف على الأصوات الصحيحة الأصوات الباطلة، ومن بعدها بيتم حصد الأصوات بالنسبة لأربعة مرشحين اللي بيتنافسوا في هذه الدائرة. على أي حال، يعني كان هناك بعض المشاهد السلبية في محافظة الدقهلية كنا لا نريد أن نتحدث عنها، ولكن توجيه ناخبين أمام عدد من اللجان، أيضا ظهور المال السياسي بقوة في محافظة الدقهلية وخاصة في جولة الإعادة، الصوت وصل لقرابة 300 جنيه. خلينا نتحدث عن بعض المشاهد الإيجابية أيضا، وهو الإقبال في القرى، كما نقلت لك الصورة من هنا من ميت فارس، يعني يزداد بقوة وبكثافة عن المدن وعن البندر. أيضا المرأة تصدرت المشهد الانتخابي وتصدر كبار السن، فيما ظهر عزوف من الشباب في المشاركة. كانت دي كافة التفاصيل من هنا من محافظة الدقهلية، واتباعا أيضا بنتحدث عن 11 مركز و11 لجنة عامة هم خاصين ودائرة خاصة بمحافظة الدقهلية، فهي صاحبة الكثافة السكانية الكبيرة وصاحبة الكتلة التصويتية أيضا الأكبر. الكتلة التصويتية في محافظة الدقهلية بتصل لأربعة ملايين، تعتبر محافظة هامة للغاية في التشكيل البرلماني، بنتحدث عن 37 مقعد في برلمان 2015. شكرا جزيلا أحمد فرج من الدقهلية.